هنا في مصنعنا في رأس الخيمة تبدأ عمليات التصنيع بهيكل الحافلة أو المقطورة أولاً. يتم نقل الهيكل إلى خطوط التجميع حتى يتم بناء الشكل الأولي، ثم ينتقل إلى خط الألواح حيث توضع الأجزاء الخارجية، ثم مرحلة الطلاء، وبعدها مرحلة الصقل الأخيرة قبل فحص المركبة بدقة. في الواقع نحن المصنع الوحيد للمركبة التجارية هنا الذي يستخدم برمجيات ساب من البداية إلى النهاية. هذه واحدة من أفضل طرق العمل المستخدمة في العالم. في رأس الخيمة لدينا قسم تطوير المنتجات، وفي قسم تطوير المنتجات وبه أولا تطوير المنتجات الجديدة، وثانيا الهندسة الحالية. فريق تطوير المنتجات يدعم وحدة رأس الخيمة في جلب منتجات جديدة وفق متطلبات السوق، كما أنهم يعملون أيضا على التحسين المستمر للمنتجات الحالية. عملية تركيب جوانب الحافلة يجب أن تكون بغاية الدقة والإتقان. العمل في مثل هذا النوع من الصناعات يتطلب الدقة والصبر، فكثير من المفاجآت قد تحدث وفي أي وقت.